أصدرت الهيئة العامة السعودية للإعلام المرئي والمسموع بيانا يوم الأحد أعلنت فيه إعادة فتح جميع دور السينما في المملكة اعتبارا من اليوم نفسه، وهو بمثابة استكمال لخطة الحكومة السعودية المكونة من 3 خطوات لعودة الحياة الطبيعية كما هو مقرر. واستأنفت جميع المباني التجارية ساعات العمل، ونظرا للوائح الصارمة للوقاية من الوباء ومكافحته لم يرتفع عدد العملاء في المراكز التجارية في اليوم الأول بعد رفع حظر التجوال، وكان جميع العاملين والعملاء يرتدون أقنعة ويحافظون على مسافة معينة بين بعضهم البعض، مما يدل على رفع وعي المواطنين والمقيمين بضبط النفس إلى حد كبير بعد تفشي الوباء. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية يوم الأحد إلى تسجيل 3379 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وبينما تواصل حكومة تعزيز قدرات الكشف عن فيروس، انخفض عدد الحالات المسجلة اليومية لليوم الرابع على التوالي، كما انخفضت نسبة عدد المصابين في العدد الإجمالي للاختبارات اليومية، مع انخفاض عدد الحالات المسجلة في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة الرياض. وبالرغم من تباطؤ انتشار الوباء، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي على أن الفترة المقبلة ستكون بالغة الأهمية، وأن رفع حظر التجوال لا يعني اختفاء المخاطر، خاصة عندما لا يزال عدد المرضى بالأعراض الحرجة يزداد في الفترة الحالية، مما يستوجب على المواطنين والمقيمين الاستمرار في الحفاظ على الحرص بالحماية الذاتية.